السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ الاخبار النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الووتر ستوريج اند ديستريبيوشن، وده اللي هو شيت 5. شيت 4 اللي فات كنا اتكلمنا فيه عن معالجه المياه اللي بتحصل. المعالجه ديت كنا وقفنا فيها في الاخر لحد الرابيد ساند فلتر، وكانت المرحله ديت او لحد المرحله ديت تخلصت فيها من كل الشوائب الصلبه اللي موجوده جوه المياه. كان ناقص عندي حاجه واحده ما عملتهاش، وهي عملية الديسانفكشن. عملية الديسانفكشن ديت زي ما اخدنا في المحاضرة كده، اللي هي بتخلص فيها من البكتيريا والجراثيم والحاجات اللي هي الممرضة اللي في المية. العملية دي بنعملها بالكلور. العملية دي بقى بنعملها جوه تانك. التانك بتاعنا دوت هو الجراوند ريزرفوار، وده موضوعنا النهاردة. هنصمم في الاول الجراوند ريزرفوار، بعد كده هنبدأ نتنقل للاليفيتد تانك اللي بيخدم الشبكة بتاعتي. طيب، عندنا الشيت بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي مدينة، المدينة دي تعداد السكان فيها 50,000 نسمة. مدين الاستهلاك الماكسيموم ديلي كل ساعتين على مدار اليوم. فبيقول لي ان انت عندك زيرو ديت اللي هي الميد نايت او 12 AM لحد 2 AM. الناس دي كانت بتستهلك 250 متر كيوب بير اور، لحد لما كان الساعة 10 بالليل لحد 12 الصبح اللي هي الميد نايت برضو كانوا بيستخدموا 450 متر كيو بير اور. لو بصينا طبعا الحاجة دي ممكن، او الداتا اللي هو مدهالنا دي، ممكن نرسم بيها الهيدروجراف اللي احنا كنا رسمناه في شيت 1، ونطلع منه تعداد الاستهلاك بتاع السكان على مدار اليوم. طيب، هو طالب ايه؟ بيقول لي اول حاجة صمم لي الجراوند ريزرفوار، بعد كده هات لي العدد والدايمنشن بتاع الاليفيتد تانك اللي موجودة عندك. بعد كده بيقول لي في اي وقت من اليوم التانكات دي هتبقى فاضية، وفي اي وقت التانكات دي هتبقى مليانة. بعد كده عايز مني احدد له الفوليومز عند الميد نايت اللي هو 12 بالليل، عند 4 AM 4 الفجر، 10 AM نون اللي هو وقت الظهر الساعة 12، والساعة 8 بالليل. بعد كده بيقول لي صمم لي الفيدنج اللي هيوصل للإليفيتد تانك، المواسير اللي هتوصل للإليفيتد، وصمم لي المين فيدنج بايب اللي هي هتجيب لي المية من البمبات لحد السيتي. بعد كده بيقول لي في كل كيس من الكيسز اللي انت هتعملها، او سوري، احنا هنصمم دلوقتي التنكات بتاعتنا على 3 operation methods. اول واحدة هو اني اعمل uniform pumping على مدار ال 24 ساعة. تاني حاجة ان انا هعمل uniform pumping بس على مدار 12 ساعة. وبيقول لي بقى ال 12 ساعة دولت انت هتحدده، هنشوف بقى مع بعض هنحددهم ازاي. بس مديني الكريتيريا هي المينيمم ستورج كاباسيتي فور ذا elevated tank. يعني بيقول لي هات لي ال 12 ساعه اللي يخلوا لك الاليفيتد تانك بتوعك دولت اقل ما يمكن من حيث الحجم. اخر حاجه بقى بيقول لي ان انت هتعمل بومبنج بس هيبقى نون يونيفورم، هيبقى من الساعه 8 الصبح ل 8 بالليل، هتشتغل فيهم ب 150% من الافريج ريت بتاعك، وبقيه اليوم هتشتغل ب 50% من الافريج ريت بتاعك. احنا الاول هنروح نصمم الجراوند تانك. طيب، عشان نصممه لازم نعرف الاول وظيفة الجراوند تانك ديت هي ايه. مبدئيا كده الجراوند تانك دوت بيشتغل 3 وظائف. اول وظيفة ان احنا بنعمل عملية الديس انفكشن فيه. طب عملية الديس انفكشن ديت بتاخد وقت، وبالتالي هنرجع نصمم تاني زي ما كنا صممنا في شيت 4 بناء على الوقت. فالمعادلة المشهورة بتاعتي ان الفوليوم بيساوي كيو في التايم. طيب، انا عايز اعرف الكيو بتاعتي. الكيو اللي هو مدهاني ديت هي ماكسيموم ديلي. طب انا اي بورت جوه المحطة، انا طبعا كل ده لسه ما خرجتش من المحطة، فانا كان اي حاجة جوه المحطة كنا بنصممها على الماكسيموم مانثلي. فاول حاجة ابدأ ادور عليها ان انا احسب الماكسيموم مانثلي الكيو واضربها في النص ساعة بتاعتي، يبقى انا كده طلعت فوليوم. طب ايه الوظائف التانية بتاعت الجراوند تانك؟
ان هو بيبقى زي خزان طوارئ، ولنفترض ان في وقت معين المية قطعت او النور قطع او الحاجات يعني حصلت مشكلة ما في الشبكة، هل الناس تفضل بقى مش عندها مية او كده؟ لا، فلازم اوفر لهم كده حاجة زي طوارئ. فبنعمل ايه؟ بناخد 25% من الماكسيمم مانثلي. دي تاني وظيفة. تالت وظيفة ان احنا بنعمل بيها ايكولايزيشن في الشبكة. دلوقتي انا هبدأ اضخ بالماكسيمم ديلي في المين فيدرز، وانا المحطة بتاعتي اصلا متصممة على الماكسيمم مانثلي، ففي فرق ما بين الماكسيمم ديلي والماكسيمم مانثلي. التانك دوت هو اللي هيبدأ يخزن لي الفرق دوت. اخر حاجة بقى ان انا بخزن فيه كمان المية بتاعة الحريق. المية بتاعة الحريق دي بقى ليها حالتين. اول حالة منهم ان انا لو كان عندي، طبعا الجراوند ريزرفوار اكيد موجود في الشبكة، بس انا ممكن يكون عندي elevated tank او ما عنديش elevated tank بيزد على المناسيب بتاعة المدينة بتاعتي. فلو كان عندي elevated tank اكيد من الاحسن ان انا اوزع جزء من المية بتاعة الحريق في الجراوند تانك والجزء التاني في الاليفيتد تانك، عشان لو حصلت حاجة قريبة من الاليفيتد تانك اقدر اتصرف بسرعة. طب لو انا ما عنديش اليفيتد تانك في الشبكة، هبدأ اخزن كل المية بتاعة الحريق اللي انا محتاجها جوه الجراوند تانك. فهنمشي دلوقتي في المسألة مع بعض نشوف احنا الحسابات بتاعتنا بتمشي ازاي. فأول حاجة هطلع الكيو توتال من الجدول اللي هو مديهوني في المسألة، بإني هعمل تكامل أو إني هاخد الفترة الزمنية بتاعتي مضروبة في الاستهلاك بتاع الساعة الواحدة زي ما كنا عملنا في شيت 1. هيطلع عندي الكيو توتال ب 15,000 متر كيوب بير داي. طيب بعد كده من هنا نقدر نطلع الكيو ماكسيموم ديلي، بس بدل ما هي بير داي هنخليها بير اور عشان نقدر نستخدمها في الديس انفكشن. طيب هاخد بقى ال 15,000 هقسمها على 24 ساعة، يطلع عندي الساعة الواحدة الاستهلاك فيها 625 متر كيوب. بعد كده نروح نحسب الماكسيموم مانثلي عشان نصمم التانك لأن هو لسه جوه المحطة. فياخد الكيو ماكسيموم ديلي هقسمها على 1.8، يبقى انا كده طلعت الكيو افريج. هاخد الكيو افريج اضربه في 1.4، يبقى انا طلعت كده الكيو ماكسيموم مانثلي، وده كده متر كيو بير اور. بعد كده نروح نطلع بقى الفوليومز اللي احنا هنصمم عليها. زي ما قلنا اول استهلاك او اول استخدام للتانك دوت هو الديس انفكشن، فهنحسب V1 هي T في الكيو ماكسيموم مانثلي. التي بتاعتي بنص ساعة، والكيو ماكسيموم مانث اللي كنا حسبناها نطلع V1. نروح على V2، قلنا ان احنا بنعمل بنخزن ربع استهلاك من الماكسيموم مانثلي على مدار يوم يعني، فيبقى عندي 25% او ربع مضروبة في الماكسيموم مانثلي الكيو بتاعته مضروبة في 24 عشان يبقى على مدار اليوم. طلع عندي V2. نروح نحسب V3. V3 هو عملية الإيكواليزيشن ما بين الماكسيموم ديلي والماكسيموم مانثلي. فأنا عندي دلوقتي ال 625 في 24، ده اللي هو 15,000 متر كيوب بير داي، مطروح منها 486 في 24، يطلع عندي V3. نلاحظ دايما ان هنلاقي ان V3 دايما هتبقى اكبر من V2 في حالة المدن اللي هي السكيل بتاعها مش كبير قوي. لو انا عندي مدينة السكيل بتاعها كبير قوي ربما يكون الامرجنس بتاعي اعلى شوية، مش هيبقى 25%، ممكن يكون اكتر شوية من 25%. طيب هو ليه دايما اعلى؟ ببساطة كده ان احنا عندنا ربع مضروب في 1.4 مضروب في الكيو افريج اللي هي المعادلة بتاعت V2. الواحد واربعة في الكيو افريج دي اللي هي الكيو ماكسيموم مانثلي. فلو احنا ضربنا الربع في 1.4 يديني 0.35 اللي هو 35% من الكيو افريج. طيب تعالوا نبص على V3. V3 بتقول ايه؟ بتقول كيو ماكسيموم ديلي ماينس كيو ماكسيموم مانثلي. الكيو ماكسيموم ديلي هي 1.8 مضروبة في الكيو افريج، والكيو ماكسيموم مانثلي هي 1.4 في مضروبة في الكيو افريج. فانا عندي 1.8 ناقص 1.4 تديني 0.4 من الكيو افريج اللي هي 40% من الكيو افريج.
فدايما هلاقي ان الفي تلاتة اللي هي 40% اكبر من في اتنين اللي هي 35%. ده في الحالة دي او ده على سكيل الكورس بتاعنا. لو احنا عندنا مدينة كبيرة النسبة دي ممكن تكون مختلفة شوية اللي هي 25%. طيب احنا كده قدرنا نحسب الماكسيمم من ال في واحد وال في اتنين وال في تلاتة اللي هو في الكيس دي هو في تلاتة. نبدأ بقى نشوف احتياجات الحريق بتاعنا. فأنا دلوقتي المدينة ديت 50,000 نسمة، هروح أدخل كده في جدول في الكود المصري. طبعا احنا في الامتحان هيكون القيمة بتاعت القيم دي جيفن، مش هتدخله في الجدول، بس عامة أنا هدخل بالبوبيليشن بتاعتي هطلع الاحتياج بتاعي كليتر بير سكند ويقول لي الحريق بتاعك ده هيقعد وقت قد ايه. ابدا بقى اطلع الفير ريكويرمنت احسبها، هي 40 لتر بير سكند، احول اللتر دي لمتر كيوب لانها اقسم على 1000، واضرب في 3 في 60 في 60 اللي هو الزمن بتاعي، حولت الساعة لثانية يطلع عندي الفوليوم ب432 متر كيوب. طب انا دلوقتي في عندي elevated tank في الشبكة، فانا هاخد بس 80% منه من ال fire requirement لل ground tank، فيبقى ال V بتاعة ال ground tank هي الماكسيمم من V واحد و V اتنين و V تلاتة زائد 80% من ال fire requirement. طيب الماكسيمم بتاعي كان هو V تلاتة، جمعت عليه 0.8 في 432، طلع الفوليوم بتاعي 3679. التنكات بتاعتي ديت بتكون تنكات مستطيلة. تاني حاجة ان هي بتتعمل مجوز، يعني التنك الجراوند ده او الاندر جراوند بيتعملوا يا اما 2 يا اما 4 يا اما 6، وبيكونوا الاتنين لازقين في بعض وما بينهم كده حيطة مشتركة. فانا هفترض في الاول كده ان العدد بتاعي باتنين، الدبس هناخده دايما ب5 متر، والعرض بيكون تلتين ال ال. فانا دلوقتي عندي مجهول واحد في المعادلة هو ال ال تربيع او ال ال، نطلع ال ال هتطلع 23.5 تقريبا. نحسب منها ال بي بان احنا نضرب ال ال في 2 على 3 نطلع ال بي، ونقول له ان احنا ناخد بقى ايه تنكين ايه الدايمنشن بتاعتهم 23.5 في 15 و7 في 5 متر، ودي ووتر دايمنشن، ولو طلب مني الاستراكشر دايمنشن هنزود 0.5 متر على ال على الدبس. فانا هعمل ايه، هقوم مجمع بقى كوميوليتيف كده للفوليوم او الديماند بتاعي. فهعمل هاخد ال500 تنزل زي ما هي كده، وبعدين 500 زائد 600 يبقى 1100، وبعدين 1100 زائد 900 يديني 2000. همشي زجزاج كده لحد لما اجي هنا كده عند ال14100 زائد 900 يديني 15,000. 15,000 دي هي الاستهلاك اليومي بتاع المدينة دي، او اقصى استهلاك يومي بتاع المدينة. طيب انا عايز بقى ابدأ اشوف يعني اللي هو بيقوله لي في المسألة ان احنا هنشتغل هنا بريت يونيفورم على مدار ال24 ساعة. فانا في الاخر الاوبجكتيف بتاعي ان انا اوصل ال15,000 دولت على نهاية اليوم، فهاخد بقى البومبنج ريت بتاعي هو 15,000 مقسوم على 24 يديني 625 متر كيوب بير اور. يبقى انا كده هضخ 625 متر مكعب في كل ساعة. فيجي عندي كده ايه، من 0 لـ2 انا هضخ 625 متر كيوب بير اور، وبما انه ثابت يبقى هيفضل ثابت على مدار اليوم. طيب نيجي بقى نحسب الفوليومز بتاعتي، هي ضرب البريد بتاعتي مضروبة في الريت بت اوف بومبنج زي ما حسبت بالظبط الديماند بتاعي. فهيبقى 625 في 2 ب1250، وبما ان الريت ثابت يبقى برضو الفوليوم خلال كل بريد هيبقى ثابت. بعد كده نطلع الكوميوليتيف بتاعنا، هنزل برضو الزيرو او ال1250 لان الزيرو مش مؤثر هنا، وبعدين هقول بقى ايه ال2500 دي جت ازاي، بان اخدت ال1250 جمعت على ال1250 اديتني 2500، 2500 هحط عليها 1250 تديني 3750، وهكذا لحد لما اوصل في الاخر عند 13750 اجمع عليها 1250 تديني 15,000.
ده طبعا التشيك ليا اني اطلع ان ال total of supply هو ال total of demand عشان ما يحصلش عندي عجز في الشبكة. طيب دلوقتي انا بضخ بريت معين وعايز اوصل في الاخر فوليوم معين. طيب انا في وقت من الاوقات هيحصل عندي في الشبكة ديت ان الناس مش بتستهلك نفس الاستهلاك على مدار اليوم، وده باين من ال consumption rate. انا في اوقات عندي كان الناس بتستهلك 250 في الساعة، واوقات تانية كانوا بيستهلكوا 1000 متر كيوب في الساعة. فانا اللي انا متوقع بما اني بدي بريت ثابت ان في اوقات هيحصل عندي عجز واوقات هيحصل عندي فائض. طبعا موضوع العجز ده مش مقبول خالص عندي في الشبكة، لازم طول الوقت المية الناس دي يكون عندهم مية. فهنبدأ أول حاجة نشوف ايه كمية العجز اللي عندي وايه كمية الفائض اللي عندي. فأول حاجة هحسب الكوميوليتيف اللي هو السبلاي ماينس الديماند، أنا بديلهم ايه وهما محتاجين ايه. فدلوقتي عندي مثلا أول خانة دي اللي هي زيرو ماينس زيرو هتديني زيرو، بعد كده عندي السبلاي بتاعي 1250 والديماند ب 500، يبقى الفرق ما بينهم 750، وده كده بالنسبة لها هيبقى فائض. فده معناه ان اي قيمة بالبوستيف هتبقى كمية زيادة عندي، واي قيمة بالنيجاتيف هتبقى كمية عاملة لي عجز في الشبكة ودي لازم اغطيها. فدلوقتي هبدأ بحسب كل بيريد لوحديها، فاخد 1250 ناقص 500، 2500 ناقص 1100، وهكذا لحد لما هاجي في الاخر 15000 ماينس 15000 اللي هي تبقى بزيرو. نيجي نبص على القيم اللي احنا طلعناها دي، نطلع منها قيمتين، اكبر قيمة بالنيجاتيف واكبر قيمة بالبوستيف. فانا دلوقتي اكبر قيمة بالبوستيف هنا هي 1800، واكبر قيمة بالنيجاتيف هي نيجاتيف 400. ده معناه ايه؟ معناه ان في عندي 1800 متر كيوب دولت هيبقوا في وقت من الأوقات اللي هو عند نهاية الساعة 8 الصبح هيبقى في عندي فائض في التنكات حجمه أو قيمته 1800 متر مكعب. طيب النيجاتيف 400 دي معناها ايه؟ معناها ان عند نهاية الساعة 8 بالليل الناس دي هتكون محتاجة 400 متر مكعب وانا مش قادر اديهولهم، فده حاجة ما تنفعش. فايه الحل بقى؟ ان انا اخلي في التانك بتاعي 400 متر مكعب من الاول، بحيث لما الناس تحتاجهم يبدأوا يسحبوه ما يحصلش عندي عجز خالص. فانا دي بقى وظيفة التانك بتاعي، ان انا هحط تانك، التانك ده هيكون فيه 400 متر مكعب يفضل شايلهم لحد لما الناس دي تحتاجهم يقوم مديها لهم. تاني وظيفة ليه ان هو انا هيحصل عندي فائض دلوقتي في الشبكة، طب انا هودي الفائض ده فين؟ فيبدأ يتخزن جوه التانك دوت لحد لما الناس تبدأ تستهلكه. فانا دلوقتي الصف اللي قبل الاخير بيقول ايه؟ بيقول ان انا لما استخدم elevated tank هعمل ايه بقى؟ هضيف الـ400 بتوع العجز دولت على الكوميوليتيف supply minus demand، فيبقى عندي 0 زائد 400 هو 400، 400 زائد 750 هو 1150، 1400 زائد 400 هيديني 1800، وهكذا لحد لما اجي عند ناقص 400 زائد 400 يديني زيرو، بعدين عندي 0 زائد 400 في الاخر يديني 400. طيب انا عايز اعرف برضو الوركينج او التانك كونديشن. لو احنا بصينا كده على الفاليوز بتاعت الاليفيتد تانك بتقولي ايه؟ بتقولي ان انا عند الساعة نهاية الساعة 12 كان عندي 400 متر مكعب، بعد ساعتين كان عندي في التانك 1150، بعد 4 ساعات كان عندي 1800. فواضح ان التانك عمال يتملي لحد فين؟ لحد نهاية الساعة 8 الصبح. طيب بعد كده لقيت ان الحجم عمال يقل، من 2200 بقى 2050، بقى 1500، بقى 750، وهكذا لحد لما وصل للزيرو. وصل للزيرو عند الساعة 8 بالليل،
بعد كده لقيت ان هو بدأ يتملي تاني، بقى في 50، بعدين بقى في 400 وهكذا. فانا كده اقدر اقول ان التانك بتاعي ده بيفضى من بداية الساعة 8 الصبح لحد نهاية الساعة 8 بالليل، وبيتملي بداية من 8 بالليل، مش هقول بقى من 8 بالليل لحد 12 بالليل اللي هي AM، لا انا هقول من 8 بالليل، ما هو بيحصل فيلنج هنا، وكمان بيحصل فيلنج من 12 بالليل لحد 8 الصبح. فانا اقول ان انا بيحصل عندي فيلنج من 8 الصبح، او سوري من 8 بالليل لحد 8 الصبح. ونركز بقى من امتى لامتى، لان انا الفيلنج هنا من 8 PM ل 8 AM، والامتينج من 8 AM لحد 8 PM. تمام كده. عندنا بقى الجراف ده بيوضح الكلام اللي احنا كنا بنقوله من شوية. انا الخط الاحمر ده بيعبر عندي عن الديماند او احتياج الناس للمية. فانا لو جيت عند كل نقطة معايا وقعتها هيطلع لي الخط الاحمر دوت. هاجي اوقع الريت اوف بامبنج اللي هو الخط الاخضر، بعد كده لما اضيف عندي تانك في الشبكة هيديني الخط الازرق. لو نلاحظ هنلاقي ان احنا في الخط الاخضر ده كنا بادئين من اول زيرو، وعند ساعتين كان عندي 1250 وهكذا، والريت ثابت. لما جيت ضفت الربعمية اللي احنا ضفناهم اللي هي قيمة البي، لقيت ان الخط ده مجرد حصل له شيفتنج عشان يغطي لي العجز اللي حصل في المنطقة اللي هي عند تقريبا اور 20 اللي هي 8 بالليل. فده اللي بيوضحه الرسمة بتاعتي. طيب دلوقتي احنا عملنا ايه؟ طلعنا الاي اللي هي كانت 1800، طلعنا البي اللي هي ب 400. نقدر بقى نطلع الفي توتال بتاعة الاليفيتد تانك. هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاي زائد البي، طبعا كله كابسوليوت فاليو، ونضيف عليه بقى 20% بتوع الفاير ريكويرمنت اللي انا ما كنتش اخدتهم في الجراوند تانك. يطلع عندي الفوليوم توتال ب 2286. عندنا بقى الماكسيمم فوليوم بتاع التانك دوت ب 3000. التانك ده هو تانك دائري، الدبس بتاعه ب 5 متر. فدلوقتي الفي ماكسيمم ب 3000، هنطلع العدد يطلع عندنا ب 0.76، هناخدها تقريبا بتانك واحد. الدبس بتاعي هنفرده ب 5 متر برضو، نطلع المساحة. المساحة دي عبارة عن باي على 4 في الدي سكويرد، نطلع الدي يطلع ب 24.13، نقربه ل 24.2، ونتشيك ان الدي دوت اقل من 40 متر. طيب بعد كده بيقول لي هو عايز يعرف التانك ده هيكون مليان الساعة كام، وهيكون فاضي الساعة كام. ده نقدر نعرفه اما من الجراف اللي احنا عملناه عند الزيرو بالظبط، نطلع النقطة دي ما بين بقى الخط الأزرق اللي احنا كنا عاملينه والخط الأحمر بتاع الديماند. عند نقطة الزيرو نقدر نطلع كانت الساعة كام، وعند الماكسيمم ديفرنس نطلع كانت الساعة كام. هيطلع في المسألة دي ان هو هيفضل الساعة 8 بالليل، وهيبقى مليان على اخره الساعة 8 الصبح. المطلوب اللي بعده بيقول لي انا عايز اعرف الفوليوم عند الميد نايت، الساعة 4 الفجر، الساعة 10 الصبح، عند الظهر، والساعة 8 بالليل. فاحنا عملنا جدول كده بيقول ايه الميد نايت الفوليوم عندي من الجراف اللي احنا راسمينه طلع ب 400، عند الأربعة طلع ب 1800، وهكذا لحد 8 بالليل لقيناه بزيرو. طيب هل ده الفوليوم التوتال بتاع التانك؟ لا طبعا، في عند الفوليوم اللي هما 20% بتوع الحريق نضيفهم يطلع 400، ديت هي 486.4، 1800، 1886.4، وهكذا لحد ساعة الساعة 8 بالليل. هيتبقى عندي 20% بتوع الحريق اللي هما 86.4.
طيب احنا دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا وصلنا خلاص ان احنا صممنا الجراوند تانك وصممنا التانك بتاعنا، عرفنا فيه كمية العجز وكمية الفائض، وعرفنا ان احنا التانك بتاعنا دوت هيتصمم على مجموع العجز زائد الفائض زائد ال20% بتوع الحريق، وقلنا ان التانك بتاعنا الالفيتد ده بيبقى تانك مدور الدبس بتاعه 5 متر. نخلي بالنا بس من واحنا بنحسب العدد، لو العدد بتاعنا كان وليكن ب 1.01 فانا مش هقرب لاتنين. التنكات الاليفيتد دي بتبقى سعرها غالي جدا والفيتنج بتاعتها بتبقى غالية، فانا من يعني لو انا اقدر ما اعملش اليفيتد تانك في الشبكة هتبقى ده الاوبتيمم بتاعي، فانا على قد ما اقدر اكون بحاول اخد اقل ما يمكن. فوليكن لو طلعت لحد 1.1 1.2 فانا هاخد تانك واحد واكبر الدبس شوية عن ال5 متر، انما بقى لو طلعت اكتر من كده فخلاص ما قداميش حل غير ان اخد تانكين واقسم الفوليوم اللي عندي دوت على التانكين وابدا اصمم بقى عادي ان الدبس ب5 واجيب القطر بتاعه بكام. طيب انا كده دلوقتي صممت التانك بتاعي، عايز بقى اصمم المواسير اللي هي بتضخ المية للتانك. بكل بساطة كده انا عندي ماسورة في التانك اللي احنا بنتكلم عليه ده، هو الفلوتينج تايب دوت، اللي هو بيبقى تانك كده ايه ماشي مع ال مع الـ الحالة التشغيلية للشبكة. يعني لو الناس بتاخد كمية مية كبيرة فالتانك ده بيبدأ يشتغل معايا مع البمب، يبدأ يغذي المدينة، ولما الناس دي استهلاكها يقل التانك هو اللي ياخد المية دي فرق المية يعني. فده كده اسمه فلوتينج اللي هو عايم على الشبكة، فده بيبقى الماسور بيبقى داخله ماسورة واحدة بس، يا اما الماسورة دي بيدخل مية المية اللي فيها دي تطلع للتانك في حالة ان انا عندي مية زيادة، يا اما الماسورة دي بتنزل مية على الشبكة في حالة ان انا عندي عجز في المية. طيب يبقى انا كده عندي كمية مية طالعة وكمية مية نازلة، انا عايز بقى اصمم الماسورة دي، فبالتأكيد انا هصمم على اكبر كمية مية طالعة واكبر او اكبر كمية مية نازلة الكبير فيهم. فانا دلوقتي بقى ده اللي الجدول ده بيقولهولي، بيقولي ايه؟ بيقولي ان انا من 0 لـ2 كنت بستهلك 250 متر مكعب ساعة، ومن 2 لـ4 بستهلك 300 متر مكعب ساعة، لحد من 10 لـ12 بالليل كنت بستهلك 450 متر مكعب في الساعة. طيب الريت بقى بتاع البامبنج كان كام؟ كان 625 متر مكعب ساعة. فبكل بساطة عند الساعة من 0 لـ2 مثلا كان الناس بتستهلك 250، بس البومب بتاعتي بتديني 625. ده معناه ايه؟ معناه ان في 250 من 625 هيروحوا يغذوا الشبكة والباقي هيطلع يتخزن في التانك، فانا اللي هيطلع لي التانك هو الفرق ما بين الاتنين. فانا هعمل دوت على الجدول كله واطلع اقصى فرق، هو ده اللي هصمم عليه الماسورة بتاعتي. فلو جيت عملت الكلام اللي احنا بنقوله ده هيطلع عندي اقصى فرق حصل من 0 لـ2 AM كان قيمته 375، وحصل من 12 لـ2 PM كان قيمته 375. ونخلي بالنا ان احنا الريت اللي احنا شغالين بيه متر كيوب بير اور، هنا ما طلعتش فوليوم ولا اي حاجة، لان انا المعادلة بتاعتي ان الكيو بتساوي ايه في الفي، والكيو هنا لازم أن تبقى وحدتها متر كيوب بير سكند عشان خاطر ان الفيلوس اللي انا هفرضها هتبقى متر بير سكند، فانا مش محتاج ان انا اطلع فوليوم، انا محتاج ريت. عشان كده الريت بتاع البمب كان بير اور، والريت بتاع الديماند كان بير اور برضو. فدلوقتي طلعت الفرق بتاعي، هقول ان الفرق دوت بيساوي الاريا في الفيلوستي او الكيو بتساوي اريا في الفيلوستي. طيب انا عندي 375 بس ده بير اور، هنحوله نخليه بير سكند، ده هنقسمه على 60 في 60، ونفرض ان السرعة بتاعتي بواحد ونص،
نطلع عندي diameter. الديامتر ده هنقربه للكوميرشال بايبس، في الحالة دي هيبقى 30 سنتي او 300 ملي. نروح نحسب بقى ال V actual بتاعتي ونتأكد ان هي اقل من 1.5. اكيد طبعا طالما انا كبرت هيطلع عندي ال velocity بقى اقل من 1.5. كده انا صممت مين؟ الماسورة اللي بتغذي ال elevated tank. طيب انا دلوقتي عندي ايه بقى؟ عندي الماسورة اللي طالعة من البمب وراحة على المدينة. طيب الماسورة ديت بقى هتكون بتتصمم على ايه؟ اكيد اكيد بتتصمم على الريت بتاع البمب، لان هي واصلة في البمب بتطلع مية، المية اللي بتطلع دي بتروح للشبكة. انا عايز بقى اصمم المين فيدرز دي. فالمين فيدرز دي زي ما قلنا كده تصمم على ريت البمب. فانا عندي البمب ب625، ده متر كيوب بير اور، هنقسمها على 60 في 60. نفرض ان السرعة ب1.5، نطلع دي نجيب منها الدي كوميرشال طلعت 400 ملي. نرجع نحسب الفيلوسيتي ونتأكد ان الفيلوسيتي دي اقل من 1.5. كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا اشتغلنا كده يعتبر احنا صممنا الجراوند تانك. الجراوند تانك ده ملوش دعوة بأي حاجة خالص، ملوش دعوة بأي طريقة تشغيلية انا هعملها في الشبكة، سواء يونيفورم سواء نون يونيفورم، اي حاجة من الحاجات دي هو مش متعلق بيها خالص. بعد كده بدأنا نبص للطريقة اللي انا شغال بيها بقى عشان اصمم الاليفيتد. صممت الاليفيتد بأول طريقة وهي اليونيفورم بامبنج على مدار 24 ساعة. بعد ما صممته التصميم بتاعه هو عبارة عن ايه؟ ان انا بطلع الديامتر بتاعه، بطلع العدد، بشوف الفوليوم بتاعه يعني ال A وال B، ببدأ اعرف هو اتملى امتى، هو فضي امتى، عند اوقات معينة كان الفوليوم بكام. ونخلي بالنا من الفوليوم من اللي طالع من الجراف، نجمع عليه 20% بتوع الفاير عشان يبقى هو ده الفوليوم توتال. واخر حاجة كنت محتاج اصمم ماسورتين، هي الماسورة اللي داخلة جوه التانك او اللي هتملى التانك، والماسورة اللي طالعة من البامب وراحة على الشبكة. الماسورة اللي هتملى التانك هي اكيد بتاخد الفرق ما بين اللي انا بضخه وما بين اللي التانك بينزله، او يعني اللي هي كمية المية اللي داخلة التانك او خارجة من التانك. وزي ما قلنا ان هتبقى داخلة في التانك لو انا عندي فائض، وهتبقى خارجة من التانك لو انا عندي عجز. وبالتالي كنت انا محتاج ساعتها ان انا اجيب فرق الريت اللي انا بضخ بيه وفرق من الريت اللي الناس بتستهلك بيه. ناخد اكبر قيمة كابسوليوت فاليو، نفرض السرعة 1.5، نطلع ديامتر، نقربه لديامتر كوميرشال، ونجيب الفي اكشوال نتأكد انها اقل من 1.5. بعد كده عندي المين فيدرز اللي خارجة من البايب، هنعمل عليها نفس القصة، بس الفكرة هنا ان انا عندي المين فيدر دوت واصل في البامب على طول. فانا البامب بتضخ عندي بريت معين، هفترض برضو ان السرعة 1.5، نجيب دي كوميرشال والدي كوميرشال ديت نطلع منها الفي اكشوال. ونخلي بالنا طبعا من الوحدات طول المسألة. تمام، احنا دلوقتي صممنا بالطريقة الاولانية بتاعت اليونيفورم بومبنج ريت على 24 ساعة. الطريقة التانية بقى ان انا هعمل يونيفورم بومبنج ريت بس على 12 ساعة. انا هيبقى في عندي 12 ساعة مشغل فيهم البمبات و 12 ساعة بوقف فيهم البمبات. فانا اول حاجة محتاج اعرف اصلا انا هشغل البمبات دي من الساعة كام للساعة كام. فهو كان قايل لي في المسألة ان الكريتيريا بتاعتي ان انا اطلع A بلس B اقل ما يمكن. طيب يبقى ده معناه ان انا هجرب. فانا وليكن هجرب ان انا اشغل البمبات بتاعتي من الساعة 6 الصبح لحد الساعة 6 بالليل، وبعدين ارجع اجرب تاني ان انا اشغل البمبات بتاعتي من 8 الصبح ل8 بالليل، من 10 الصبح ل10 بالليل، وهكذا. وايه اللي يحكمني في الاخر ان اطلع A بلس B اقل ما يمكن؟ فلو انتوا جربتوا بقى الاكسرسايز دوت، وده مطلوب في الشيت يعني، هتلاقوا ان من 8 الصبح ل8 بالليل ده اللي هيديلك A بلس B اقل ما يمكن.
طيب انا محتاج بقى طبعا اطلع البامبنج جريد بتاعي، هو التوتال فوليوم اللي انا محتاجه مقسوم على 12 ساعة، هيطلع عندي 1250. بعد كده ابدأ احسب بقى، اقول دلوقتي انا هشغل البامب بتاعتي بداية من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 8 بالليل، فانا عندي الساعة 12 AM اللي هو رابع صف، 12 عند 12 AM انا مش بضخ حاجة، ترمبة بصفر، لحد من 6 ل 8 الصبح لسه برضو مضختش حاجة فبرضو بصفر، بعد كده بداية من أول بقى من 8 الصبح ل 10 الصبح هضخ 1250 في الساعة، لحد من 6 ل 8 هضخ 1250 في الساعة، بعد كده هبدأ أوقف البمب بتاعتي فهضخ صفر وصفر. طيب يبقى انا عايز اطلع الفوليوم بقى بتاع السبلاي بتاعي، هو 1250 في ساعتين يطلع لي 2500، وده هيتكرر على مدار كل ساعتين. لكن عايز اطلع بقى الكوميوليتيف سبلاي بتاعي، هو عبارة عن 2500، نمشي بقى زجزاج زي ما كنا بنمشي قبل كده، هيبقى عندي 2500 نجمع عليهم 2500 يديني 5000، 5000 زائد 2500 يديني 7500، وهكذا لحد لما نوصل 12500 زائد 2500 يديني 15000، 15000 زائد زيرو 15000 زائد زيرو 15000. بعد كده نحسب الفرق بين السبلاي والديماند ونطلع الماكسيمم بوستيف نسميها الاي والماكسيمم نيجاتيف نسميها البي، وبعد كده نعمل صف اخراني نقول ان احنا لما نضيف الالفيتد تانك عندي في الشبكة بالفوليوم موجود جوه التانك اسمه بي، يبقى انا هجمع بقى على الكوميوليتيف سبلاي ماينس ديماند فوليوم اسمه بي، نطلع الصف الاخراني. بعد كده نقول بقى الكونديشن بتاعت التانك، لو احنا جينا بصينا على الكوميوليتيف سبلاي ماينس ديماند هنلاقي ان هو كان زيرو بقى نيجاتيف 500، والارقام عماله تقل لحد نيجاتيف 3200، ده معناه ان انا بيحصل عندي ان التانك بيفضى فيبقى امتينج. بعد كده هلاقي ان من نيجاتيف 3200 بقى نيجاتيف 2100، فده معناه ان انا ضخيت شويه ميه عشان يقللوا لي العجز، فانا من هنا كده بدات املى، يبقى من اول نيجاتيف 2100 نيجاتيف 1400 لحد لما وصلت 2100، فانا كده عمال املى التانك بتاعي. بعد كده من 2100 لحد 900 ده معناه ان في فوليوم اتسحب من التانك، فبدات اسحب تاني ميه من التانك لحد لما وصلت زيرو، فده معناه ان التانك بيتملي بدايه من 8 الصبح لحد 8 بالليل، وده الوقت اللي انا مشغل فيه البمبات، والتانك بيفضى بداية من 8 بالليل لحد الساعة 8 الصبح. طيب الجراف بقى اللي قدامنا ده بيوضح ايه؟ بيوضح اول حاجة الخط الاحمر دوت احنا كنا رسمناه في المطلوب الاولاني، وده الخط بتاع الديماند. بعد كده عندي السبلاي اللي هو الخط الاخضر، لما كنا الساعة 8 الصبح بدأت أشغل المحطة بتاعتي أو الترمبات بتاعتي، قبل كده ما كانش فيه عندي أي حاجة فكان بصفر، بداية من 8 بالليل لحد الساعة 12 بالليل ما كنتش بضخ حاجة فالريت رجع تاني بصفر. طيب الـ الحاجات اللي قدامنا أو الجرافات اللي قدامنا دي هي الكوميوليتيف فوليوم، عشان كده هنلاقي ان الجزء اللي هو من 8 بالليل لحد 12 بالليل كان الكوميوليتيف فوليوم عندي كونستنت مش بيتغير لان مفيش حاجة جديدة اتضافت عليه. فلو نلاحظ هنلاقي ان الجزء دوت ثانية واحدة، الجزء ده كده بيعبر لي عن عجز في الشبكة، والجزء ده بيعبر لي عن فائض في الشبكة، لأن هنا الخط الأخضر أعلى من الديماند اللي أنا محتاجه، وهنا الخط الأخضر أقل من الديماند اللي أنا محتاجه. فأنا كل اللي عايز أعمله إن أنا أغطي العجز ده، أنا مش عايز يحصل عندي عجز، فهبدأ أحط تانك يديني الخط بقى الأزرق، الخط الأزرق الجديد ده. التانك ده هيكون محطوط فيه الفوليوم اللي هو عند الساعة 8 الصبح اللي هو كان 3200 في المسألة بتاعتنا،
فبالتالي هلاقي ان الخط الاخضر ده اتشفت لفوق بقيمة 3200 عشان يمس الكيرف بتاع الديماند في النقطة دي، الاتنين هيساووا بعض يعني. طيب بعد كده بقى هنروح نصمم التانك بتاعنا. احنا عندنا ال A عندنا ال B، هنجيب ال A بلس B زائد 20% بتوع الحريق، نطلع الفوليوم. عندنا الماكسيموم فوليوم ب 3000، نطلع العدد. العدد في الكيس دي كان 1.8، فمش هينفع ناخد واحد، هناخد 2. نطلع ال V actual هيبقى 5384 على 2. نطلع ال V بتاعت التانك الواحد، هنفترض ان الدي ب 5، نطلع الاريا بان احنا نقسم الفوليوم بتاع التانك الواحد على 5، الاريا دي بتساوي بقى على 4 في الدي سكويرد، نطلع الدي. وفي الاخر نقرب الدي بقى ل 26.2. بعد كده بقى بيقول لي التانك ده هيفضى امتى ويتملي امتى. فلو احنا رجعنا تاني هنلاقي ان هو هيفضى الساعة 8 الصبح وهيتملي الساعة 8 بالليل، هي بس ال MT هيبقى 8 AM مش VM. بعد كده بيقول لي بقى الفوليومز عند اوقات معينة، هندخل في الجراف بتاعنا نطلع ايه الفوليوم. ونلاحظ بقى ان احنا لما نيجي ندخل هندخل على الخط الازرق مش الاخضر، لان احنا عندنا هنا ايه تانك في الشبكة بتاعتي. والتوتال فوليوم بقى ان احنا هناخد كل قيمة من اللي احنا طلعناهم نضيف عليها 20% بتوع الفاير. بعد كده بقى عايز اصمم المواسير، هعمل نفس اللي عملته قبل كده، هطرح الريتس من بعضها، ناخد اقصى ريت. اقصى ريت دوت ده اللي بيبقى في الماسورة بتاعتي بتاعت الرايزر. هنفترض سرعة ب 1.5، نطلع دايمتر، نقربه لدي كوميرشال. بعد كده نحسب الفي اكشوال ونتأكد ان هي اقل من 1.5. بعد كده عايزين المين فيدرز، المين فيدرز هتصمم على ريت البامب، فاخد ريت البامب احوله طبعا لمتر كيوب بير سكند وافرض سرعة ب 1.5، اطلع ديامتر واروح اقربه للديامتر الكوميرشال واحسب الـ V actual بتاعتي. هنا الاقطار الكبيرة دي ممكن السرعة فيها تعدي 1.5 بشوية، فطلع عندي بواحد بوينت 76. طيب اخر كيس بقى معانا بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي البامبنج ريت هيكون على قد ما اقدر شبه الاس كيرف اللي انا رسمته بتاع الديماند. يبقى انا هحاول اخلي الخط الازرق اللي انا بعمله ده تقريبا منطبق على الخط الاحمر اللي انا بعمله ده. ليه؟ ده عشان اقلل العجز او اقلل الفائض، وبالتالي الفوليوم بتاع التنكات اللي انا هعمله هيكون اقل ما يمكن، وده طبعا احسن كيس ممكن اكون بصمم عليه. طيب فهنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي والله انت هتشتغل ب 150% من الافريج ريت بتاعك من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 8 بالليل. طيب وبقية الوقت هعمل ايه؟ قالك هتشتغل ب 50% من الافريج ريت بتاعك. طيب انا اول حاجة محتاج اجيب الافريج ريت. طيب انا عارف من الاول ان الافريج ريت دوت هو متوسط الضخ في اليوم، فهجيب التوتال فوليوم اقسمه على 24 يطلع لي 625، ده تقريبا المتوسط في اليوم الواحد. طيب انا عندي ريت واحد بيساوي 150%، يبقى اخد الرقم ده اضربه في 1.5 اطلع رقم، واخد الرقم ده اضربه في نص اطلع ايه ال R2. بعد كده بقى نمسك الجدول بتاعنا. طبعا احنا الجدول بتاعنا ده احنا مليناه لحد الصف بتاع الكوميوليتي فوليوم بتاع الديماند، وده ما اتغيرش لحد دلوقتي، كل اللي اتغير معانا هو البامبنج ريت. فانا عندي بقى بداية عند الساعة 12 طبعا دي قيمة واحدة، فده ما كانش فيه اي حاجة بزيرو. بعد كده من زيرو لاتنين ده هيبقى 50%، هيبقى 300 بقى 312.5 لحد الساعة 8 الصبح
اللي هي من 8 لـ10، بدأت أضخ ب150% اللي هي 937.5، لحد من 6 لـ8 بالليل. بعد كده من بداية من 8 بالليل لـ10 بالليل كنت بضخ ب312.5 اللي هي 50% من الأفريج بتاعتي. طبعا كل الريتس دي بير اور. بعد كده هطلع بقى الفوليومز خلال الساعتين لكل بيريد لوحديها، بإني هاخد الـ312.5 أضربها في 2، وأخد الـ937.5 أضربها في 2، وأملى الجدول بتاعي. بعد كده اطلع الكوميوليتيف فوليوم اللي البامبة هتطلعه بان امشي زجزاج زي ما قلنا. انا عندي هنا 0، بعد كده زائد 625، 625 زائد 625 يديني 1250، زائد 625 يديني 1875، زائد 625 يديني 2500، زائد 1875 يديني الرقم دوت، لحد لما نوصل لـ15,000 بتوعنا ونتشيك ان الديماند بيساوي السبلاي. طيب بعد كده عايزين نطلع بقى الحجم بتاع التانك بتاعنا. هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي ان احنا عندنا السبلاي ماينس الديماند، هيبقى فيه عندي السبلاي 625، الديماند بـ500، يطلع عندي الفرق بـ125. نكرر الخطوة ديت على كل بيريد ونطلع الماكسيمم بوزيتيف نسميه الايه في الحالة دي 850، والماكسيمم نيجاتيف نسميه البي في الحالة دي هو 700. بعد كده بناخد الكوميوليتيف سبلاي ماينس ديماند، نضيف عليه البي اللي هي الخانة اللي هنطلع منها الفوليوم بتاع الاليفيتد تانك، فيطلع عندي 0 زائد 700 يطلع بـ700، 125 زائد 700 يديني 825، وهكذا لحد لما نخلص الجدول بتاعنا. طيب بعد كده الوركينج كونديشن بتاعة التانك بتاعتي، لو جينا نبص على الأرقام بتاعة الكوميوليتيف سبلاي ماينس ديماند هنلاقي ان هي كانت 0، بعد كده 125، بعد كده 100 150. الجزء دوت بيحصل له فيلينج، ومن اول نيجاتيف 125 ده بيحصل لي امتينج، لحد لما اوصل للنيجاتيف 700. بعد كده من نيجاتيف 700 لنيجاتيف 225 ده كده بيحصل فيلينج تاني، بعد كده 100 نيجاتيف 150 فيلينج، نيجاتيف 275 امبتينج، بعد كده 0 امبتينج، بعد كده 375 فيلينج، 850 فيلينج، 275 امبتينج، 0 امبتينج. فانا عندي الريت هنا ايه؟ ما هو ثابت على مدار البيريدز بتاعتي. طيب بعد كده بقى عندي الكيرف ده بيوضح ايه؟ عندنا برضو الخط الاحمر ده ما تغيرش من اول المسألة. الخط الاخضر ده بقى لو نلاحظ كده هنلاقي ان هو يعني على قد ما بنقدر بنخليه شبه الاس كيرف اللي هو بتاع الديمان. بيحصل عندي شوية عجز هنا في المنطقة ديت، وبيحصل عندي هنا شوية فائض اللي هو ما بين الخط الأخضر والأحمر. طيب أنا عايز أعمل ايه؟ عايز أغطي العجز اللي هنا ده. أعمل ايه؟ أحط elevated tank وأملاه بشوية مية قد اللي هنا بحيث ان ما يحصلش العجز دوت. هلاقي ان الفوليوم بقى هنا كده مقارنة بالكيس اللي فاتت والكيس اللي قبلها، الفوليوم ده قليل جدا، وبالتالي من هنا بتظهر بقى ميزة ان انا اشتغل ب non uniform rate of pumping. بس لو انا حطيت بقى الفوليوم اللي هو بتاع العجز هيديني الخط الازرق ده اللي هو بتاع using the elevated tank. تمام كده.
طيب بعد كده اروح اصمم التانك بتاعي، هلاقي ان الاي ب 850، البي ب 700، يبقى الفوليوم هو مجموع الاتنين زائد 20% الفاير. هقسم الرقم ده على 3000، هلاقي ان هو هنا 0.5 مقارنة بأول كيس كانت طالعة 0.7 حاجة، والكيس التانية كانت طالعة 1.79. فده واضح جدا ان الطريقة دي هتطلع لي دايما اقل فوليوم. فانا هاخد هنا في الكيس دي تانك واحد، هفترض ان دي ب 5، اجيب الاريا واطلع منها الديامتر، هلاقي الديامتر هنا اقل، كان في الكيس الاولانية ب 24 وشوية. وبعد كده بقى يطلب مني، هيقول لي امتى التانك كان فاضي وامتى التانك كان مليان. هلاقي ان التانك كان فاضي الساعة 8 الصبح، كان مليان الساعة 8 بالليل. بعد كده محتاج مني فوليومز عند اوقات معينة، هطلعها من الكيرف الازرق، واضيف عليها الفاير 20% بتاع الفاير، اطلع التوتال. بعد كده عايز اصمم الرايزر واصمم المين فيدر. الرايزر هنطلعه بالماكسيمم ديفرنس ما بين الريت، هيطلع عندي هنا 287.5 متر كيوب بير اور، هنحوله متر كيوب بير سكند. بعد كده نفرض سرعة 1.5، نطلع ديامتر، نقربه للكوميرشال ونحسب في اكشوال. بعد كده هحسب المين فيدر. المين فيدر باني اخد البامبنج ريت، الماكسيمم بامبنج ريت، واحوله متر كيوب بير سكند، وافرض سرعة 1.5، واطلع الديامتر، وبعد كده اطلع ديامتر كوميرشال. بعد كده احسب الفي اكشوال. انا بس اظن ان الفي اكشوال اللي هي في الديزاين بتاع الرايزر هنا اكبر شوية من 1.5، لان انا في الكيس ديت قللت الديامتر، اخدته 0.3 وهو كان طالع لي 0.32 في عند سرعة 1.5. فياريت بس تحسبوا الرقم دوت، وهيبقى اكبر من 1.5 بشوية. كده احنا خلصنا شيت 5، اتمنى تكونوا فهمتوا كويس. ولو حد عنده اسئلة ممكن بقى على جوجل كلاس روم او في السكشن اللي جاي. شكرا، سلام عليكم.